رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. هلا هلالك نورك بان، وضياؤك عم الأكوان. هلا هلالك نورك بان، وضياؤك عم الأكوان. يا نور الهدى يا ضي الدروب شهر المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، رمضان كريم عليكم إن شاء الله وعلى جميع المؤمنين والمسلمين في أرجاء المعمورة. من جوار مولاي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام جئنا نسجل حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القلوب الرحيم. طبعا حلقتنا لهذا اليوم هي راح تكون مشروع إفطار صائم من محافظة النجف الأشرف. حلقتنا لهذا اليوم راح تكون برعاية الناس الطيبة، الناس المؤمنة الذين دائما يسعون ويقدمون عمل الخير إلى برنامج القلوب الرحيم. حلقتنا هي برعاية الحاج عباس أبو علي والحجية زوجته أم علي، الله يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله، وإن شاء الله الله ينطيهم ما يتمنون رضا الله إن شاء الله والمؤمنين، وكذلك رضا أبو الأيتام والفقراء الإمام علي بن أبي طالب، كذلك الحجية أم طلال من دولة الكويت الله يعطيها الصحة والعافية إن شاء الله، هي وبنتها الله إن شاء الله يقدم لها الصحة والعافية في هذا الشهر الفضيل لها ولعائلتها الكريمة، كذلك أختنا الطيبة الحجية نرجس وأم صالح من دولة الكويت. طبعا جمعنا هاي المبالغ راح نقدم عدد كبير من السلات الرمضانية مع لحوم الدجاج مع بيض المائدة والمواد الغذائية لعوائل الأيتام والمحتاجين في محافظة النجف الأشرف. تعالوا معنا لنذهب إلى حسينية آل ياسين وبرنامج القلوب الرحيمة مشروع إفطار صائم. وضياؤك عم الأكوان. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. يا من أتى شهر الله فيك مطهرا للنفس حتى حالها يتبدل. يا من أتى شهر الله فيك مطهرا للنفس حتى حالها يتبدل. يمحو الذنوب عن التقي إذا دعا ويزيد أجر المحسنين ويجزل. هل كنت تغفل عن عظيم مراده أم معرضا عن فضله تتغافل؟ إن كنت تغفل فانتبه واظفر به، أما التغافل شأن. أعزائي المشاهدين، طبعا احنا وصلنا إلى حسينية وجامعة الياسين الكرام اللي فتحت أبوابها لاستقبال العوائل الكريمة من محافظة النجف الأشرف. شكرنا وتقديرنا إلى خدام هذا الجامع والحسينية المباركة اللي فتحت أبوابها لاستقبال العوائل، وأيضا شاركونا اليوم بتوزيع سلة رمضان إن شاء الله. معنا خادم ومتولي الجامع إن شاء الله راح نلتقي به وراح يتحدث إن شاء الله عن عمل الخير وعن فضائل شهر رمضان المبارك. طبعا احنا جيناكم بفضل الناس الطيبة، بفضل الناس المؤمنة اللي دائما يسعون ويقدمون عمل الخير إلى برنامج القلوب الرحيمة. احنا كنا في ضريح الإمام علي عليه السلام أبو الفقراء اللي يتفقد، ودائما في ولايته كان يتفقد العوائل الفقيرة ويسأل عنهم ويعطيهم. فاحنا كنا في ضيافة الإمام علي عليه السلام البارحة ودعينا للناس الطيبة اللي تعمل عمل خير واللي يتقدمه بهذا الشهر الفضيل. طبعا شهر رمضان المبارك له خصوصية لدى المسلمين، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن
الشهر الخير، شهر البركة، شهر الطاعة، شهر الغفران. فإن شاء الله دعواتكم لكل من يساهم في عمل الخير وأن يساعد الفقير وأن يساعد عوالي الأيتام. الحقيقة طبعا النجف فيها كثير من العوائل المحتاجة وخاصة شريحة الأيتام. اتصالات عديدة طبعا تجينا من الناس المحتاجة، الناس اللي دائما بحاجة ماسة إلى من يقف معهم في هذه الظروف الصعبة. طبعا ظرف اقتصادي صعب من الناحية الصحية خاصة وخاصة المعيشية. طبعا أغلب الناس هنا قاعدين هم في بيوت متجاوز عليها، بيوت حواسم، بيوت يعني غير لائقة للسكن، لكن ظروفهم ومهنهم طبعا أغلب تعرفون إحنا البطالة بالعراق ونسبة الفقر. صح إحنا بلد غني، بلد البترول، بلد الخير، بلد، لكن يعتمدون هنا على السياحة الدينية. منهم اللي عنده عربي واللي عنده ستوتة واللي عنده تكتك يعيش عائلته. فاليوم معنا نخبة طيبة من أهلنا وناسنا. طبعا أيضا راح نسمع بعض المعاناة والويلات اللي يعيشوها وخاصة شريحة الأيتام. وأيضا اليوم راح يندعون للناس اللي راح أذيع اسمهم اللي قدموا هاي السلة في شهر رمضان المبارك. طبعا سلتنا هي مقدمة من الحاج عباس أبو علي وحجيته الطيبة أم علي، هذول من أهل العمارة اللي يشوفون أمامكم هاي السلة الغذائية مقدمة من هؤلاء الناس الطيبين. يقول احنا نريد بس الله سبحانه وتعالى يرضى علينا، ان شاء الله الله يرضى عليهم بالدنيا والآخرة. الحجية الطيبة أم طلال من دولة الكويت، هي وبنتها تدعو لها بالخير والصحة والتوفيق، دائما تسعى وتقدم عمل الخير للناس المحتاجة، للناس الطيبة، للناس اللي دائما تفتقر طبعا إلى أبسط المقومات الأساسية وخاصة شريحة الأيتام والمرضى والمعاقين. أختكم الطيبة نرجس أم صالح أيضا من دولة الكويت، أيضا تدعو لها بالخير والصحة والتوفيق، دائما تساهم في الأعمال الخيرية والصدقة الجارية. فجمعنا هذا المبالغ إن شاء الله، ومثل ما تشاهدون عندنا اليوم كل عائلة راح تحصل على كيلوين ونص من الدجاج وطبقة بيض، وهذه المواد الغذائية مكونة من 11 مادة أساسية تحتاجونها إن شاء الله في شهر رمضان. دعواتكم وأنتم بالقرب من ضريح مولاي علي بن أبي طالب عليه السلام، إلهم بالخير والصحة والتوفيق، ولا كل من يساهم ويساعد اليتيم والفقير المحتاج. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نتواصل وبرنامج القلوب الرحيم. قوموا لندخل روضة الرحمن. يا فرحة الإيمان في الإنسان. برنامج القلوب الرحيمة الذي يأتيكم من على شاشة قناة المهدي الفضائية يبارك للمسلمين عامة ولشعبنا العراقي العزيز حلول شهر رمضان المبارك. داعينه جل في علاه يتقبل صيامكم وقيامكم وخالص أعمالكم الإيمانية، ويتواصل معكم على سفرة رمضان في تقديم كل ما يجود به المحسنون من خيرات الباري سبحانه لإفطار الصائمين وإغاثة المحتاجين. كادر برنامج القلوب الرحيمة يتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لكل الخيرين والمحسنين الذين ساهموا بشكل فعال في إعداد وتهيئة السلة الرمضانية، والتي نبتغي جميعا من هذه الأعمال الإنسانية مرضاة الله سبحانه وكسب الأجر والثواب ومساعدة الفقراء والأيتام والمتعففين وإسعادهم وزرع الابتسامة على وجوههم. فكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هباء. رمضان مبارك وصيام مقبول. قوموا لندخل روضة الرحمن. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في
في المسجد الحرام، ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. قوموا لندخل روضة الرحمن، رمضان يا شهر الغفران، رمضان يا شهر الغفران، رمضان يا شهر الغفران، رمضان يا شهر الغفران، رمضان أعزائي المشاهدين. عندنا بعد هذا الفاصل ونتواصل وياكم وسلة رمضان ومن مدينة النجف الأشرف. طبعا احنا أسلفنا في بداية حديثنا، احنا من نجمع الناس ما نقدر نروح للحواسم بيت بيت، لأن اليوم الحقيقة بعض الأخوات الطيبات مثال أم علي وغيرها جمعونا ناس، يعني اختاروا بيت بيت، ومنهم من اتصل علينا على البرنامج، ثبتنا أرقامهم سلمناها للأخوات، طبعا طلعوا كشف على هذا الدور وشافوا معاناتهم وشافوا ويلاتهم، فاصطحبوهم بسيارات الى مكان، طبعا احنا نختار حسينية وفضل الناس الطيبة اللي يبانين حسينيات اللي هي تخدم في زيارة الأربعين وتخدم دائما في المجالس الحسينية وشهر رمضان وكذلك ليالي القدر في هذه الحسينيات المباركة، الله يوفقهم ان شاء الله العمل الخير ومرضات الله. فاليوم معانا طبعا خادم الحسين الشيخ ناظم الحلفي اللي متواجد معانا من السحور، الرجال فتح الحسينية واستقبل العوال. فالسلام عليكم شيخنا، رمضان كريم، حياك الله. هنا شيخنا تفضل، مرحبا، حياك الله شيخنا، كيف حالك؟ حياكم الله. شلون رمضان السنة؟ شكرا لله على نعمائه وآلائه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ورحمة، والذي فيه ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، فيه البركات العظيمة والنعم الجليلة حقيقة، هذا توفيق من الله عز وجل، فهنيئا لكم عمل الخير. طبعا شيخنا، نعم، احنا من دخلنا لقينا المصاحف، لقينا بالحسينية، شكرا لله، دورات قرآن عندنا، دورات قرآن، نعم، وتقريء يعني قراء من الطراز الأول، نعم، حاصلين على الشهادات العليا الكبيرة، نعم، في المسابقات الدولية يقرؤون الناس ويعلمهم التلاوة، نعم، وأيضا إقامة الصلاة، صلاة الجماعة ومشاكل الأمور العبادية، والله الحمد والمنه. وما عن الأطفال؟ طبعا الأطفال، نعم، حول دورات الصغار، يعني، نعم، أيضا دورات للصغار، دورات فقهية، نعم، للكبار والصغار، قراءة القرآن والصغار، نعم، دورات فقهية وتعليمية أيضا. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير، الله يحفظكم. شيخنا الغالي، طبعا، نعم، شهر رمضان له خصوصية أكيد طبعا، وإحنا نعيش هاي الفترة، نعم، نشوف زيادة أسعار اللحوم، زيادة أسعار يعني التجار يتربصون لهذا اللي يحتكر المادة، نعم. فشيخ ناظم شي وجههم، يعني يمكن دين الإسلام ما يقبل بهذا الشيء طبعا، قطعا بلا أشكال، لكن في قبال من يحتكر ومن يتربص في شهر رمضان هناك أهل الخير، نعم، الذين أعدهم الله عز وجل وهم عمال الله في الأرض، الذين يبذلون وينفقون في قبال من يحاول أن يستغل هذا الشهر الشريف، هذا الشهر الكريم، فيقيض الله عباده لتقديم هذه الوجبات حقيقة في قبال من يستغل هذا الشهر لأجل مصالحه الخاصة. أكيد هناك عبادة استنصحهم طبعا، نعم أكيد، النصيحة أنه هذا عمل من الكبائر ومن المحرمات حقيقة، هذا احتكار المواد الغذائية وخاصة في شهر رمضان، هي إعلان الحرب على الله عز وجل في هذا الشهر، من يصعد الأسعار أو من يستغل الخاصة الناس الفقراء، لكن الله عز وجل قلت لك يعني له عمال في الأرض، هؤلاء المتبرعون هم عمال الله إن شاء الله. الله يبارك فيك شيخنا، الله يحفظكم، احنا نتمنى لك ان شاء الله الخير والصحة والتوفيق على خطى اهل البيت ان شاء الله، وانت قريب للامام علي صلاة عليه الله السلام. سلام عليك يا مولاي امير المؤمنين. شد قل للناس اللي تساهم بهذا، انا لا اقول لهم الا كما قال الله عز وجل في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعكم لوجه الله عز وجل. طبعا هذه الآية تسلسلت في 15 آية تمدح وتذكر من يطعم الطعام من الجنة ونعيم الجنة ولباس الجنة، وأن يكون هناك نعيم خاص لهم، وأن يقيهم الله شر ذلك اليوم في قبال من يطعم الطعام، وخاصة
أين ذكر هذا المورد؟ هذا المورد ذكر لأمير المؤمنين فضائله عندما كان صائما، فهذه الآية نعم كان، لا كان صائما هو الانذر النذره صلى الله وسلم عليه لشفاء الحسن والحسين، ولكن قصد المورد مورد الصيام، فالآن يتفق مع شهر رمضان شهر الله، هذا مورد الصيام، ينفقون الطعام، فلهم قلت لك أكثر من 15 آية تمدحهم. أنا الآن إذا عندك مجال أقرأ لك الآيات، يعني عجيبة، يعني أول هذه كثيرة، أول هذه الآيات أن يقيهم الله شر ذلك اليوم ويلقهم جنة وسرورا، بعد آيات تتحدث على الذين يطعمون الطعام يتيما ومسكينا وأسيرة. فجزاكم الله خير الجزاء. اليوم طبعا معنا مجموعة كثيرة من الأيتام موفقين، الأخوات أنا أرى الأعداد هالكبيرة، جزاكم الله خير، هنيئا لكم، موفقين لفعل خير. وأيضا وشكرا لخدام نحن في خدمة خادم الحسين أبو سيف، خدمة المؤمنين، على الحلفي خدمة المؤمنين، والله يبارك بكم أنتم طبعا عشيرة معروفة بالجنوب وبالوسط، قبول الأعمال كلها خدام للإمام الحسين إن شاء الله، هنيئا لكم، هنيئا لكم، والمتبرعين الله يقبل أعمالهم إن شاء الله، الله يحفظكم. أعزائي المشاهدين، شكرنا وتقديرنا إلى خادم ومتولي جامع وحسينية آل ياسين الكائنة في محافظة النجف الأشرف وتحديدا في منطقة الكوفة. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نتواصل مع بعض المرضى والمحتاجين. احنا طبعا نرجو من الإخوة المشاهدين أن يتعاطفوا مع هذه الحالات وأن يمد يد العون والمساعدة لتلك العوائل. فاصل ثم نتواصل وبرنامج القلوب الرحمة. رمضان يا رمضان، هل هلالك نورك باد وضياء. أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل طبعا احنا أسلفنا، قلنا اليتيم بحاجة ماسة إلى ناس طبعا يوقفون وياه كثير، طبعا عندنا الجانب الصحي تعبان بالعراق، الجانب الاقتصادي ايضا تعبان، المرتبات يعني اللي عنده رعاية 100,000 دينار يعني كيلو اللحم الان 25,000، فاكو ناس عندها معاناة، اكو ناس عندها ويلات، واغلبهم طبعا سكن ما متوفر، اللي ساكن بالايجار، اللي قاعد ببيت طبعا تعرفون احنا هسه بشهر اذار امطار غزيرة جدا، العالم كله طبعا شاهد هاي حالة، ومنها سببت انهيار بعض الدور طبعا بالجنوب في محافظة ميسان، قبل يومين سقط بيت عائلة راحوا ضحيتها 2 أطفال، واحد عمره 16 واحد 10 سنوات، فكثير من هاي الحالات يا ما سقطت بيوت على ناس، لكن احنا ننتظر يعني الناس الطيبة اللي دائما تساهم وتساعد الناس المحتاجة، الناس نتمنى يعني المساهمة بهذا. فالآن معي أحد الحالات. السلام عليكم أختي، كيف الحال؟ رمضان كريم عليك. أم محمد شلونك أم محمد؟ كم طفل عندك؟ 6. الله يخليك. أيتام؟ بلي أيتام. بعد البيت ملك إيجار يعني؟ لا، هو البيت يعني هو متزوج 2 الأبو وما الورثة يعني. ما الورثة؟ أي بلي. أكيد هسا الورثة يطالبونك يقولوا لك تريد البيت، خلاء البيت. بلي. هاي المشاكل دائما تصير. أي هم. زين إذا طلعوا محمد وين تروح؟ ما أعرف. والله ما أعرف، هو حاير. والأولاد كلهم طلاب و... ولاكم وعين ولاكم شيء ولاكم وظيفة. نعم. شو تطلبين من أهل الخير؟ أطلب منهم المساعدة. مثل إيش يعني مساعدة؟ مساعدة مادية؟ لا ما عندي قطعة أرض. زين إذا أنطوج حصتك من هذا الورث تقدرين تشترين دار؟ تقدرين تشترين؟ لا، لأنهم هواية يعني، أمه عايشة وزوجة ثانية. يعني يطلع في المبلغ بسيط. إحنا بسيط، كلش بسيط. أي كلش بسيط يعني، مو مال بيت. أي مو مال بيت يعني. راتب عندك؟ لا ما عندي راتب، كل شيء ما عندي. يعني لا ماكو. ايش عجب؟ استوني هاي قدمت، مو متوفي يعني، استوى صار لك تقريبا 7 أشهر. اي راح زيارة للسيدة زينب وحادث سيارة وتوفى الأبو. الله يرحمه الله والديه. أعزائي المشاهدين، أخذكم محمد عندها 6 أولاد وطلاب مدرسة ومسكينة طبعا، عايشة على الناس اللي يساعدوها، وزوجها راح بحادث سيارة أيضا، رايح للزيارة لأهل البيت وصار حادث توفى. فتتمنى من الناس الطيبة يوقفون وياها، لأن البيت ورث، ويمكن 16 واحد مثل 20 واحد، حتى لو باعوا وانطوه حصتها ما تطلع حصة إلا بسيطة، ما بيهم غرفة. فأخواننا اللي بالنجف اللي عنده صدقة جارية بيت يسكنهم بي
يقعدهم يدفع لهم إيجار مال سنة، فيتصل على الأرقام اللي راح تظهر في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله، وإحنا نكون ممنونين من الناس اللي تدعم العوائل الفقيرة وخاصة شريحة الهتام. استريح أختي إن شاء الله خير. بنورك في الخافقين فأخجلت بالطلات الفرقدين كأن سناك صف. يا الله، السلام عليكم. شلونك؟ أم من أختي؟ أم حسين. أم حسين، حيا الله أم حسين. طبعا أم حسين من محافظة النجف. أختي شنو مشكلتك؟ والله أنا عندي ثلاث بنات وولد. أيضا أيتام. أيتام إيه، وعندي ورم ببطني وعاني صار لي هواية. كم سنة صار له؟ تقريبا صار لي سنة وشهرين. طبعا هسه يلا اكتشفتي عندك ورم يوم من زمان؟ لا والله استوني اكتشفت، ما أدري يعني. أنت ما تراجعين أطباء؟ لا ما راجع. ما ليش؟ حالتي المادية تعبانة. فهسه اكتشفت. اي اكتشفوا الورم هسه يردون عملية بثلاث ملايين وانا ما عندي، حالتي تعبانة. زين الورم حميد ولا خبيث ولا شنو؟ ما اعرف. لازم يسوون له زرع بعدين. اي من نطلع الورم من زرعه لك. تتمنين الناس الطيبة اللي يشاهدونا يقولون وياك؟ والله هاي نطلب العملية. هاي هي هذا الشهر. انت ما عندك فلوس؟ ها؟ ما عندك يعني مبلغ؟ لا ما عندي امكانية. ما عندي. كنت تحاليل قلت ما عندي. ما عندي اي، هذا شهر فضيل. أعزائي المشاهدين، أختكم أم حسين من محافظة النجف، طبعا عندها ورم ما عندها مبلغ تراجع به حتى تعرف شنو حالتها. بالأخير اكتشفوا بأن عندها ورمة على الجدار البطن طبعا داخل، والمسكينة رايدين 3 ملايين. مستشفى أهلي مساعدينها طبعا، دكتور عود مساعدها ورايد 5 مو بالبداية أول مرة، 5 قالت لا والله هذا حالي وعدي أيتام وكل شيء ما عدي، وقاعدة تجاوز يعني غرف تشينكو ولا شنو. أي والله. فاللي يحب يساعد أختكم أم حسين بهذا الشهر الفضيل يتصل علينا إن شاء الله ونقوم لها بالواجب. استريح أختي إن شاء الله خير وبركة. جانا فطوبى لنا باللقاء. سبحانك يا رمضان كريم عليك. أم رقية. أم رقية، حيا الله أم رقية. إيش خيرك أم رقية؟ والله إحنا أبونا البارحة وديته للمستشفى، بدي أسوي له عملية رجلة ورجعت ما عندي فلوس. يعني هالبارحة يلا تمرض يوم من زمان. 4 أشهر 5 وهو يدفع عربانة وبيتنا أجار. أيوه. عايشين على عربانة؟ والله عايشين، لا اشتغل كنا ولا قعد قعد. والله. عربانة دفع ولا شنو؟ مال خشب. أي والله، وهسه البارحة والله تعشينا سوينا فطور شوربة. ما عندي. هاي الناس كلها تاكل شوربه بالفطور شلون؟ ما عندي، صار لنا اسبوعين قاعد والله. هاي نعمه من الله. نعمه من الله، بس انا والله البارحه اللي ايش خير هو شنو العمليه؟ امير برجله وقالوا لنا نسوي لك عمليه خصائص. قد تكلف هاي البس. والله 650 700 ما عندي. ان شاء الله. ايوه. اعزائي المشاهدين اخذكم رقيه، طبعا رب العائله وهو عائلهم. وعندك كم طفل عندك انت؟ اولاد؟ 2 بنات و4 بنات. 2 طالبات. عندها مجموعة هي ورجلها، تقول والله عظيم احنا ما عدنا والرجل معيشة على عربة. انا في بداية حديثي قلت اهل النجف اغلبهم يشتغلون، اللي عنده عربة يدفع بيها واللي عنده تيك توك واللي يبيع مي للمقابر للمدافن، هاي عيشتهم. اكو يشتغل ما عنده، العفو ياكل ما عنده يظل قاعد، فمحتاج يعني مبلغ بسيط يعني 650. هي تقول هسه احنا نقول 1,000,000، تعتبروها صدقة، تعتبرونها بثواب امواتكم، والناس هنا قريبة إلى الإمام علي يدعو لكم بالصحة والخير والتوفيق. وصدقوني اللي يدفع لليتيم والمريض ويساعد بعمل خير الله يدفع عنا البلاء والوباء إن شاء الله. فاستريح يا أم رقية إن شاء الله خير وبركة. أعزائي المشاهدين، طبعا راح نوزع السلة الرمضانية المباركة على العوائل الكريمة المتواجدة ويانا، وقلنا هاي بفضل الناس الطيبة بفضل الناس المؤمنة، فإن شاء الله راح نعطي المواد الغذائية وبيض المائدة ولحوم الدجاج. فكونوا معنا، هو برنامج القلوب الرحيمة سلة رمضان المبارك. يزينها بالهدى والسنا. هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. الإمام
علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. السماء يزينها بالهدى والسناء. وقال الإمام الصادق عليه السلام: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى علي ثوابك ولا أرض لك بدون الجنة. وقال الإمام الحسين عليه السلام: اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتتحول إلى غيركم، ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. في رفعة وارتقاء كأن سناك صفاء اللجين، تسامق في رفعة وارتقاء، تسامق في رفعة وارتقاء. هلالك وسط السماء يزينها بالهدى. أعزائي المشاهدين، أوشكنا على نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القلوب الرحيمة، اللي هي توزيع سلة شهر رمضان المبارك على العوائل الكريمة من محافظة النجف الأشرف. شكرنا وتقديرنا إلى كل من ساهم معنا في التبرع لهذه السلة، هم الحاج عباس أبو علي والحجية أم علي الله يحفظهم من مدينة العمارة محافظة ميسان. وأيضا شكرنا وتقديرنا إلى الحاجة الطيبة أم طلال من دولة الكويت وابنتها، وشكرنا وتقديرنا إلى نرجس وأم صالح من دولة الكويت. الحقيقة اليوم أسعدنا قلوب عوائل الأيتام والمحتاجين في مدينة أمير المؤمنين النجف الأشرف، مدينة الإمام علي عليه السلام. وشكرنا وتقديرنا إلى خدام جامع وحسينية آل ياسين الكرام المتمثلة بالحاج أبو سيف الله يحفظه، وخادم الجامع الشيخ ناظم الحلفي وأخونا خادم الحسين علي الحلفي الله يحفظهم إن شاء الله، على مساهمتهم معنا واستقبال العوائل في هذه الحسينية المباركة. شكرنا وتقديرنا إلى كل من سهل أمورنا في محافظة النجف الأشرف، وشكرنا وتقديرنا إلى أهلنا في محافظة النجف الأشرف. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيمة، في أمان. قلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. للمساهمة يرجى التواصل على الأرقام التالية: 00964-780-1-001-912، أو على الرقم التالي: 00964-770-576646، أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي: 00964-780-500-525. ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv. يطوف هلالك وسط السماء يزينها بالهدى والسناء، فمرحا بك اليوم من زائر أتانا، فطوبى لنا باللقاء، أتانا فطوبى لنا باللقاء. سبحان